في أشتاج. مجلة ميم صرف المبلغ فعلا بطلب من تونس. مفوضية شؤون الجوار الأوروبية تفضح، مش باش نقول الكلام اللي قاعدين يقولوا فيه كل خاطر تمسنا الكل وتمس تونس. معناها ادعاء قيس سعيد رفض المساعدة الأوروبية وتدعوه لإعادة المبلغ الذي حاولته فعلا تونس. وميلوني تكشف أن إعلان سعيد رفضها مجرد دعاية موجه للرأي العام الداخلي. فما حتى شكون يحكي على confusion ces derniers jours entre l'Union européenne et la Tunisie à propos de 60 millions d'euros. مانيش فرحانه حتى تعرف كي نقرا حاجات كيف ما هكا يوجعوني، معناها يقلقوني برشا على خاطر هذيا وجوهنا الكل، وجه البلاد معناها الكل اللي تقعد هكا معناتها ضحكه ونظهر احنا نتبليو معناها على الاتحاد الأوروبي، على الناس بصفة عامة، على الناس بصفة عامة. نمشيو للعالم، نمشيو نحكيو على دونالد ترامب. استنى نحكي لك على نيكولا ساركوزي. قبل مثال تويت لايف بي، نيكولا ساركوزي دوبلومون مي ان اكزامان دون لانكيت سور دي مانوفر فرودولوز بور لو ديسك بي دو سوبسون دو فينانسمون ليبيان دو سا كامباني بريزيدونسيال دو 2007. نيكولا ساركوزي بخلاف التهمة الأولانية نتاع تمويل الحملة حاول باش يأثر على زياد تقي الدين اللي بدا يبدل في أقواله في لي ميديا. دونك عيطت له المحكمة قالت له إجا شوف شنو الحكاية معناها هذايا. دونك التهمة ولات تهمتين. تهمتين ولات يا أخي. فما شكون في تويتر قال أغيتي يفا أنكور بوندغ أن بوكان. والله نفهم أنا بدي نتوجه للسلطات التونسية ونقول معانا نائب بالله يرجعوا يقدم قبل ما يزيد يكتب لنا كتاب آخر في أربع شهور. إيش صار في العالم؟